بعد عزلة دامت أكثر من عقد، رئيس النظام السوري يشارك في قمة جامعة الدول العربية وسط ترحيب رسمي وتشكيك في الشارع العربي وانتقادات حادة في الغرب. فأي رسالة يبعث بها العرب للمجتمع الدولي؟ وكيف ينظر الغرب إلى مساعي التطبيع مع نظام دمشق؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من ندوة المغاربية تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. بعد إلغاء الجامعة العربية تجميد عضوية النظام السوري فيها بداية هذا الشهر ماي 2023، رأس النظام السوري يشارك في القمة العربية 32 في السعودية في حدث له عديد الدلالات السياسية. المشاركة جاءت بعد مضي أكثر من عقد على تعليق عضوية سوريا في الجامعة لأسباب يؤكد الواقع وأنها لم تتغير بعد. وسائل إعلام قريبة من النظام السوري عدت مشاركة الأسد في القمة نصرا لسوريا وعودة للعرب عن الخطأ على حد تعبيرها، كما عدت لقاء رأس النظام بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحدث الأهم الذي سيخطف الأضواء السياسية والإعلامية. مراقبون لهذا الحدث يشيرون إلى أن هذه العودة لن تكون بلا ثمن، فالنظام السوري مطالب بالتعاطي الإيجابي مع عدد من الملفات، منها ملف المخدرات وملف المهجرين السوريين، وهي ملفات طالما استخدمها النظام السوري وسيلة للابتزاز السياسي. فما هي الدلالات السياسية لحضور الأسد القمة العربية بعد 13 عاما من الغياب؟ وما هي فرص نجاح الانفتاح العربي على النظام السوري؟ ولماذا تعارض أغلب الدول الغربية هذه الخطوة؟ وهل للدول العربية قرار مؤثر في منطقتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها سيحاول ضيوفنا الإجابة عنها في سياق حصة اليوم. نبدأ مع التقرير ثم نشرع في النقاش. لا يمكن قراءة استعجال لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بإقرار مشروع قانون مكافحة التطبيع مع بشار الأسد للعام 2023 بأغلبية ساحقة، بمعزل عن القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية بمشاركة النظام السوري للمرة الأولى منذ تجميد عضويته قبل 12 عاما. وأمام حالة الانفتاح العربي على النظام السوري وحالة عدم الاكتراث بالمحاذير الأمريكية من المطبعين مع النظام، وجدت الإدارة الأمريكية في مشروع القانون الجديد مناسبة لتمرير رسائل إلى قادة الدول العربية الذين سيجتمعون برئيس النظام بشار الأسد في القمة، مفادها أن واشنطن لن تدعم التطبيع المجاني وستعرقل تقديم الأموال العربية للنظام من خلال قانون قيصر. ورغم الزخم الواسع الذي حظي به مشروع القانون، ترى أوساط المعارضة السورية أن الولايات المتحدة ليست جادة في منع تعويم النظام السوري، وخاصة في ظل إدارة بايدن، وتستدل على ذلك بغيام حزم العقوبات الأمريكية التي تفرض على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري. عربيا يبدو الموقف القطري أكثر وضوحا، حيث جدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية موقف بلاده التي تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لقطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وفق ما قال.
لن يؤدي التطبيع العشوائي مع الأسد برأي محللين من دون الدفع باتجاه تطبيق آليات المحاسبة سوى إلى تفاقم الاتجاهات المقلقة، مثل ترسيخ نسخة من استقرار النظم السلطوية تعود إلى ما قبل الربيع العربي، وحتى في ظل غياب التطبيع احتمال إحقاق العدالة للسوريين بعد انتهاء الصراع أمر غير مؤكد في ضوء توازن القوى الحالي، يضيف آخرون. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الأستوديو رئيس مركز الشرق للدراسات الأستاذ زهير سالم. مرحبا بك أستاذ زهير. أهلا بكم يا مرحبا. شكرا لقبول الدعوة. وكذلك من باريس الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد الشيخ. مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. ومن الدوحة الأستاذ الجامعي الدكتور أسامة كعبار. مرحبا بك دكتور أسامة، شكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. أستاذ زهير، أبدأ معك هذا النقاش فيما يتعلق بقراءة في هذا حضور رأس النظام وعودة ما يسمى بعودة النظام السوري لشغل مقعده الشاغر، ما هي الدلالات السياسية لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أولا سأعيد التعريف بنفسي، زهير سالم مدير مركز الشرق العربي وليس الشرق، فهذا طيب. أنا بالنسبة الشرق العربي نرجو الشرق العربي ومدير ولست رئيس، يعني شغلة الرئاسات هذه أتعبتنا. نعم. فأنا مدير مركز الشرق العربي. نعم. جزاكم الله خيرا. سأعود قليلا إلى الوراء حول ما نتحدث عنه. أنا عشت القمة العربية، الآن نقول القمة الثانية والثلاثون. نعم. أنا عشت القمة الثانية، إذا اعتبرنا قمة تشكيل الجامعة العربية هي 45، ففي 63 عبد الناصر كان يحتفل بعيد اسمه عيد النصر. عندما أقول عبد الناصر فأنا تكلمنا عن زعيم حقيقي على مستوى الأمة بغض النظر عن الموقف. نعم. بغض النظر عن الموقف. نعم. فدعا إلى قمة عربية من أجل ما قيل يومها، وأنا في 16 من عمري عشت هذا. يعني دعا إلى قمة عربية من أجل وقف مشروع صهيوني لتحويل نهر الأردن، وضج الإعلام العربي يومها، ونهر الأردن ما بيتحول وكذا. انعقدت القمة العربية، عشنا معها بأعصابنا وآمالنا، لكن نهر الأردن تحول. هذا الذي أريد أن أهدئ به الجماهير العربية والجماهير السورية والذين يعقدون. ثم عشنا قمة الخرطوم ولا آت ثلاثة ولا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف، وعشنا قمة الرباط وعشنا. فهذه القمم العربية نسميها كمخض الماء، يعني العرب بتحط بالشكوى لبن مشان تاخذ زبد، لكن العرب هذه يعني الان هذه القمه غاب عنها تقريبا 10 زعامات عربيه بغض النظر عن توصيفهم، من اكثر الناس المتحمسين لها غابوا عنها. يعني هذا فقط لتوصيف الحال حتى ما النقطه الثانيه التي اريد، لماذا اخرج بشار الأسد من الجامعة العربية؟ هل فعلا لما جرى في سوريا؟ أنا سوري وكنت عايش الحدث ساعة في ساعة ويوم ويوم. سنة 2011 عندما طرد من الجامعة العربية، لأنه من المندوب المسمى على سوريا الذي هو الزوج عمة بشار الأسد كان يخاطب الرؤساء والملوك العرب وزراء الخارجية العرب باعتبارهم ممثلي ديوانهم. نعم. يخاطبهم بلغة شوارعية غير دبلوماسية. نعم. وهذا هو السبب المباشر لإخراج يعني الدول. يعني تقول ليس موقفا عربيا مناصر للثورة السورية؟ لا السبب المباشر في دائما في تراكمات واضح، لكن السبب المباشر أنه في الجلسة الأخيرة اللي حضر معهم وكانوا بيتكلموا معه سياسة وبيتكلم معه على لغة بشار الأسد، عندما تكلم مع الزعماء العرب وقال يا أشبه الرجال، معروف هذا. نعم. ما نعم. من عندي الخطاب موجود، تحسنوا تطالعوا من عندكم من الأرشيف. نعم. وبسمعوهم يا للجميع. نعم. وقف في خطاب رسمي متلفز وسمهم أشبه الرجال. واضح. هذا أيضا نحن ما بخصنا بين بعضهم. أنا من جملة الدول القمم العربية اللي تابعتها، الآن نحن قلنا 32. نعم. أنا متابع 31. نعم. سمعت مرة ملك عربي يخاطب رئيس عربي،
قال له أنت مين ومين جابك ومين كذا على نفس اللغة اللي يعني تقول هذه لغتهم بينهم. هذه طريقة يعني لا نحمل الأمر كثيرا لا يقدم ولا يؤخر. على كل حال نحن الآن أمام حدث حدث سياسي طبعا له دلالة في السياق. نتساءل عن دور أمريكي، دور أوروبي، ما هو بعد الدور العربي، هذا كلها أسئلة مشروعة نطرحها بشيء نحتاج نقرأ قراءة يعني مداوية للجراح، لأنه هذا نوع من أنواع كسوريين نشعر بهذه الجراح الأليمة، عملية الخذلان البين. هل تشعرون بها فقط الآن؟ يعني كسوريين أنا أقول هذه تراكمات كنت سأقول تراكمات عملية الخذلان التي انتهت بهذا. وفي نفس الوقت يعني نحاول أن نقرأ القراءة السياسية. القراءة السياسية أحيانا تحاول أن تتبصر بما في الواقع أحيانا من أبعاد قد تكون يعني نعم نتكلم عن الموقف الأمريكي المفتعل أو مدعي الغضب والرافض العودة. طيب ما هو الموقف الأمريكي الحقيقي؟ الموقف الأمريكي الحقيقي أن تستمر الأزمة السورية أو الحالة السورية أو الوضع السوري أمدا آخر، ريثما تحقق الولايات المتحدة بعض المطالب الإضافية التي تخصها، منها إطلاق صحفي أمريكي يقال أنه محتجز عند بشار الأسد، وبعد ذلك سوف يصيرون إلى نفس النقطة. يعني كأنما الولايات المتحدة الأمريكية تقول يعني خلي سنتين رخار، ثلاثة رخار، خمسة رخار ممكن. الحقيقة أنا عندما سأقرأ في السياسة أقول أنه هذا موقف لا إنساني لا أخلاقي لا سياسي بكل أبعاد الكلمة. ولا أستطيع أن أقول الصحافة الغربية وفاينانشال تايمز تتحدث البريطانية على أنه موقف العرب من إعادة بشار هو موقف لا أخلاقي ولا قيمة. يعني أنا ما أبدأ أرد عليهم يعني هذا كلام، لكن هذه مواقف بعضها من بعض. لا هو تعقيب على ما تقول أنه الأمريكان هي مواقف بعضها من بعض. يعني لا أريد أن أرد على هذا الكلام. هذه مواقف بعضها من بعض. يعني الأمريكي هو كان الأمريكي من أول سنة ما في حاجة لكل هالشيء اللي صار في سوريا، كان ممكن يخصم القضية على الطريقة المصرية، على الطريقة الليبية، على أي طريقة أخرى دون أن يدفع بالشعب السوري وبالدولة السورية. يعني أقول بهذه الطريق إلى 11 سنة 12 سنة الآن من القتل ومن التدمير. كانت هناك خطوط حمراء أمريكية كثيرة وحتى الآن أنا فهمت الاستراتيجية الأمريكية على أنها عملية إنهاك متبادل. وهم يظنون بأن هذه الحرب لا يجوز أن تتوقف بعد. الموقف العربي إذا سأفهمه سياسيا رد على هذا قد يكون لي موقف يعني متأمل. أعود إليه لمزيد من التعميق هذا الموقف. دكتور أسامة كعبار في الدوحة، كيف تقرأ أنت هذه العودة؟ ما هي الدلالات السياسية لجلوس بشار بعد 12 سنة أو يزيد 13 سنة تقريبا ربما في مقعد الدول مقعد سوريا، واليوم يتحدث بل يدعو الدول العربية في كلمته إلى الوقوف أمام التمدد أو التوسع العثماني كما سمى هو المسنود بالتوجه الإخواني، هذه عبارته؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكركم على هذه الاستضافة وأحيي ضيفك في الاستوديو. أولا يعني لابد لي أن أشيد بتضحيات الشعب السوري، سوريا العظيمة، سوريا العربية، سوريا التي قدمت الكثير حقيقة في مسار أو محاولة التخلص من الأنظمة الاستبدادية العربية، وأنا كليبي أيضا ليبيا في نفس المسار وتدفع نفس الثمن. ولكن الموقف الآن على الساحة العربية يتطلب فهم سياسي أكثر من هو عواطف جياشة ومثاليات. أنا أيضا أريد أن أزكي ما تفضل به الضيف بأن ما يحصل الآن هو موقف سياسي. العالم كله في مرحلة تحول وليس منطقة الشرق الأوسط، نحن في عملية إعادة صياغة النظام العالمي القائم إلى نظام عالمي جديد. وأنا شخصيا وكتبت في عدة أطروحات أن منطقة الشرق الأوسط مغيبة تماما،
منطقة الشرق الأوسط هي مفعول به، ولن تكون فاعل في وضعها الحالي في تسوية مراكز القوة في النظام العالمي القادم. المساعي الحاصلة الآن وخاصة من دولة من المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة التي تحمل عدة موازين مهمة. أولا البعد الديني الذي كل العالم الإسلامي والعالم العربي يرتبط عاطفيا بالسعودية نتيجة المقدسات الإسلامية الموجودة هناك. ثانيا البعد الاقتصادي القوي والتأثير الدولي للمملكة العربية السعودية نتيجة علاقاتها التاريخية الطويلة. نحن رأينا الآن أن هناك مناكفات أيضا من السعودية اتجاه أمريكا تحديدا، وخطاب زيلينسكي اليوم أو الكلمة التي أعطيت له هي رسالة واضحة بأن المنطقة تريد أن تقول أنني أنا موجودة ولدينا كلمة في النظام العالمي القادم، ولم نعد تبع نطبق التعليمات الأمريكية كما كان في السابق. حقيقة كل هذه الإشارات إيجابية. عملية تخفيض التوتر في المنطقة مهمة جدا، عملية إعادة استقرار المنطقة مهمة جدا. بكل تأكيد الشعوب الحرة التي ناضلت لمدة 12 سنة ستدفع ثمن. طيب دكتور إذا كان هذه أنت تقول أنها إيجابية لأن هناك إعادة تشكل وما غير ذلك، لماذا الموقف القطري على سبيل المثال بقي كالقديم، يعني رافض لهذه العودة حتى أن الأمير تميم غادر القاعة حينما تكلم رئيس النظام السوري؟ لأن الموقف القطري هو موقف أخلاقي. الرئيس الأسد لم يقدم حقيقة أي اعتذار على ما تم ارتكابه من جرائم في حق السوريين وفي سوريا من تدمير البنية التحتية وتدمير سوريا وسوريا التاريخ وسوريا الثقافة. يعني ليس هناك ريهابيليتيشن اللي هو يعني إعادة تأهيل. إعادة التأهيل بالضبط. فهو بشار الأسد يعني غير معترف بالأخطاء التي ارتكبها، نظامه مستمر في نفس الممارسات السابقة، لم يأخذ أي درس من الذي ارتكبه من جرائم فظيعة حقيقة في حق بلده وحق الشعب السوري. فكيف يعني تتصور أن هذا النظام سيتم تأهيله مرة أخرى وسيندمج؟ طيب لكن دكتور فعليا ما تقوله أنت هي فعل مطالب للنظام، يعني وزير معاون أو مساعد وزير خارجية النظام أيمن سوسان اشترط في تصريحات في جدة بداية هذا الأسبوع على الدول العربية البدء بإعادة الإعمار ورفع العقوبات المفروضة على النظام قبل اتخاذ أي خطوات في إطار عودة اللاجئين السوريين. يعني مطالب النظام السوري هي أساسا إعادة التأهيل، دفع المال له، والضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات. لماذا قبلت الأنظمة العربية بهذه الشروط دون كما يقول بعض ملاحظين دون أي تنازل من النظام السوري؟ لا، لأن هذا الخطاب هو خطاب استهلاكي إعلامي فقط. يعني الكل يعلم أن هذه يعني خطاب من أخذته العزة بالإثم، فهو يعلم جيدا أنه هو في الجانب المظلم من التاريخ، لا يريد أن يعترف بأخطائه، ولكن الوقت كفيل بأن يعيد حقيقة إلى إجادة الصواب. أنا في تقديري الآن يعني أنت تتصور أن بشار سيعود لإجادة الصواب؟ يعني هل حصل هذا في التاريخ يعني قبل مع أبيه مع جده مع هو، هل حصل مراجعات؟ يعني على سبيل المثال جرائم كثيرة ارتكبت في العقود الماضية في من آل الأسد ولكن ليس هناك أي تراجع، وبرغم ذلك هو موجود وله كلمة في بعض الأحيان حتى يستأسد على بعض الزعماء العرب. احنا معليش بس خلينا ننظر للموقف السياسي. الموقف السياسي يقول ان العالم اليوم يحتكم الى نظريه الواقعيه السياسيه، الواقعيه السياسيه، وخاصه امريكا تتفاعل تتعامل بهذه النظريه من ايام ترامب واوباما. نعم. الواقعيه السياسيه تقول ان على المنطقه ان تلملم جراحها، حتى لو كان هناك باد جاي موجود، يعني شخص عابث موجود في المنطقه، انت تحاول الان ان تلملمه باي شكل من الاشكال. المنطقه يجب ان تبين وتوضح ان هناك موقف سياسي موحد على 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 خارطه المنطقه من المغرب الى الخليج وسلطنه عمان. اذا دكتور اذا دخلت الواقعيه من باب خرجت الأخلاق من باب الآخر، يعني
بعبارة أخرى هناك حديث عن الأخلاق السياسية، الأمريكا تتحدث عن الأخلاق، البريطانيين رافضين للعودة، والألمان من منطلق أخلاقي كذلك لأنه هذا لم يدفع الثمن وارتكب مجازر وبرغم ذلك عاد. فإذا مشينا للواقعية ونفسرها بالواقع فلا مجال هنا للحديث أصلا على شيء اسمه قيم وأخلاق. يعني بكل تأكيد العالم غير محكوم بالقيم والأخلاق، وأيضا أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الدول هذه تستعمل كلمة الأخلاق هي من ناحية الجانب الإعلامي فقط. يعني احنا عارفين أن ماكرون كلمة الشهيرة عندما يتم تهديد الأمن القومي الإنجليزي لا تحدثني عن الأخلاق. أي نعم. فيجب ألا ننجر احنا أيضا إلى التفاعل مع ما يتم تصليحه من قبل الغرب، الأخلاق والقيم الإنسانية. احنا شفنا الأخلاق والقيم الإنسانية في أوكرانيا، شفنا كيف تم الفصل ما بين المهاجرين البيض والمهاجرين الملونين وكيف تتعامل فيها. فأين الأخلاق الأوروبية في هذا الأمر؟ إذا هذه الكلمات الفضفاضة الرنانة يجب أن نبتعد عليها. احنا أمامنا الآن واقع سياسي شديد ومضطرب في منطقة الشرق الأوسط. نعم. وأمامنا التحول العالمي، وليكن بعلمك يعني التحول العالمي أو النظام العالمي الجديد سيتم بلورته خلال 10 سنوات هذه، يعني من 2020 إلى 2030 سيتم يعني تصفية الأمور ويتم هناك نظام عالمي جديد. جيد. أين نحن؟ طيب سنعود للحديث على أين نحن من النظام كذلك، لأنه حتى ليبيا كانت لها يعني بند في إعلان جدة وكانت هناك دعوات. سنعود للتعليقك على هذا الذي قيل. أستاذ أحمد الشيخ في باريس، يعني ما الذي دهى أو دعا النظام العربي إلى قبول عودة سوريا أو إلى إعادة رسكلة النظام السوري وإعادته لما يسمى بالمنظومة العربية؟ أولا تحياتي لك أستاذ سمير، وتحياتي للسادة المشاهدين والزملاء في البرنامج. يعني مرحبا. رد بسيط وبديهي، لأن ما تسميه أنت النظام العربي أي مجموعة أنظمة الحكم التي تسود في العالم العربي لا تختلف كثيرا عن النظام السوري. يعني وليس مصادفة أن في جلسات الافتتاح اليوم ستجد كلمات مثلا قيس سعيد لا تختلف عن كلمات السيسي، لا تختلف عن كلمات بشار الأسد. يعني كلهم يعزفون معزوفة التدخل الخارجي والوقوف أمام التدخل الخارجي، وكما لو أنهم أنظمة طبيعية، أنظمة حكم طبيعية. يمكن أن يقال هذا ألا يكون هناك مجال للتدخل الخارجي عندما يكون نظام حكم شرعي طبيعي منتخب يمثل الناس ويدافع عن الناس. والحال أن هذه الأنظمة تقتل شعوبها يعني، وأفضل نموذج شهده العالم على ذلك هو النظام السوري. يعني فيأتي اليوم ويحدثك عن رفض التدخل الخارجي كما لأنه كان نظاما طبيعيا يعيش الناس فيه في أمان وفي سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي لا معنى لتدخل خارجي. إنما عندما تتم كل هذه المذابح في سوريا ويهجر أكثر من نصف السكان ويقتل ويعذب الآلاف، ثم نقول لا معنى للتدخل الخارجي، ده التدخل الخارجي هنا يرتكب جريمة كبرى، جريمة إنسانية في عدم إنقاذ البشر أخي العزيز. يعني فإذا كنت تسأل لماذا النظام العربي يعود بهذا الشكل، لأنهم كلهم يعني من طينة واحدة ونسيج واحد، وكلهم في أغلبهم لا يمثلون شعوبهم. يعني والجامعة العربية هذه جامعة الحكام العرب، جامعة الأنظمة العربية الحاكمة، ولا يمكن إطلاقا أن تصفها بأنها جامعة شعوب عربية أو تعبر عن مطامح الشعوب العربية. يعني وبالتالي يخرج علينا اليوم بشار الأسد ويتحدث وبراءة الأطفال في عينيه كما لو أن شيئا لم يكن، ويعطي دروس للعالم ويعلمهم ماذا عليهم أن يفعلوا، عليهم أن يميزوا بين النتائج والأسباب، كما لو أن هو يعني ليس المسؤول عن الأسباب وهو السبب الرئيس والأول والأخير في الكارثة السورية ونتائجها يتحملها أيضا هذا النظام. يعني
فنحن حقيقة في مأساة كبيرة مع هؤلاء الحكام الذين قتلوا شعوبنا، وتجدهم اليوم لا عقل لهم، يتحدثون وينكرون الوقائع. أنا كنت أنتظر أسمع ماذا سيقول هذا الرجل وكيف سيبرر كل الجرائم التي ارتكبت بإمرة نظامي، فإزا به ولا كأنه لا صلة له بما حدث. نعم. ويتحدث مرة عن الـ ما يسميه النظام العثماني المتلفع بنزعة إخوانية منحرفة، ولا يعني مسؤولية له كنظام فيما حدث في سوريا. فهذه كارثة كبيرة أخي، يعني شعوبنا تحملت الكثير وعانت الكثير، وأكثر من ذلك هذا الاستخفاف والاستهتار. نعم. الذي يتحدث به الرؤساء العرب وكأنهم ملائكة ولم يفعلوا أي شيء. اتفضل أخي. أعود إليك بعد قليل أستاذ أحمد، مشكور. أستاذ زهير، هناك البعض يقول يعني لماذا تضخمون كثيرا عودة بشار؟ يقول ليس هناك اتفاق عربي، صحيح في الشاشة في الظاهر موجود هناك كأنه اتفاق، لكن قطار التطبيع مع بشار تائه، ولن تصل الأنظمة العربية هذه التي يخير إلينا أنها تريد التطبيع وإعداد، لن تصل إلى اتفاق ولن تتوافق، وسيبقى الحال كما هو عليه كما نراه الآن. ما تعليقك على هذا؟ يعني بغض النظر عما يعني ينبني على هذه العودة، الآن نحن نتحدث عن العودة بحد ذاتها خطوة، وخطوة مستقلة وتعبير ليس فقط في سوريا وليس فقط مع بشار الأسد. يعني أنا أعجب الأمة العربية مهددة بمشروعين، مشروع صهيوني، مشروع صفوي يحتل 4 عواصم عربية. نعم. ثم في هذه القمة بين قوسين العربية تهاجم تركيا العثمانية ويهاجم الإخوان المسلمين كمكون من مكونات هذه الأمة، هذه الشعوب. نعم. ولا أحد يذكر إيران. أنا كنت أتوقع، وأنا أضم صوتي لأصوات الأخوة الذين تحدثوا من باريس ومن قطر، إنه كلمة بشار الأسد تراقب قبل أن يتكلم. طبعا. أنا أستسأل لماذا انسحب أمير قطر؟ هو جاء. بعض الناس يقولون انسحب قبل الكلمة، لا، لأنه شعر أن هناك شيء غير طبيعي في هذه القمة. لابد، أنا ما عندي جواب هذا الجواب. أنا قرأت على الوكالة السورية يفتخرون بأن أمير قطر الأمير تميم سلم على بشار الأسد. في الجانب القطري ما رأيت أحد يؤكد هذا الكلام. نعم. لكن سؤال يجب أن ننتظر جوابه من يعني من مصادر سياسية، وليس من أنه نرمي الكلام، لا أحب رمي الكلام. إذا قيل أنه غاد، أنه مخذف في الخاطر، جاء على رأس الوفد ثم غادر يعني إلى قطر مرة أخرى ولم يحضر حتى القمة. وهذا حصل أظن قبل هالمرة ب 2019. نعم. غادر من قمة أخرى. هذا نعم. لابد أن في شيء ما دفعه إلى المغادرة. أن يتكلم بشار الأسد، يقولون وفي طريق نحن عشنا هذه المرحلة أشهر وهم يحاولون إقناع الجماهير العربية أنه سنشترط عليه. الأخ ذكر أنه أو أنتم ذكرتم أنه سوسيان مثل هذا المساعد الخارجي قال بأنهم اشترطوا على القمة العربية. لا، بشار الأسد جاء يشترط أيضا في حديثه، كان يشترط على القمة، قال لهم أنتم مخطئون، أنتم مخطئون، عدم التدخل في الشؤون الداخلية كما قال الأخ من باريس جزاه الله خير. يعني أنا صاحب الحظيرة، أذبح من أشاء وأعلق من أشاء ولا أحد يتدخل في شؤوني الداخلية. يعني كان خطابه خطاب المنتصر أصلا يعني بشار، وهم استمعوا وأصغوا. يعني أنا إذا أردت أنا أتكلم في السياسة، ودائما أنا أريد أن أقول شيء للسادة المشاهد عندما أتكلم سياسة، أنا لا أؤمن بهذه الواقعية السياسية، أشرح. مجرد الشرح لا يعني القناعة. الأخلاق هي كل شيء في العملية السياسية. السياسي إنسان،
إذا كان السياسي إنسان فالإنسان صاحب أخلاق، إذا كان غير إنسان فهذا موضوع ثاني، نحن لا نتكلم إلا عن البشر، عن الناس الذين يمتلكون القيمة الإنسانية. ما دمت إنسانا فأنا ملزم بالقيم الإنسانية المطلقة الكبرى. ما حصل في هذه ما قاله بشار الأسد، بشار الأسد ألقى العبء عليهم، استمعنا في أقوال، ودعني يعني أقول أنا كما كثير من الدول العربية تجاهلت، يعني أكثر شيء مثلا أثار حفيظتنا محمود عباس، محمود عباس الفلسطيني الذي ذبحهم حافظ الأسد في تل الزعتر وأخرجهم من لبنان ومن طرابلس وشردهم، قتل بشار الأسد وحافظ الأسد من الفلسطينيين أضعاف أضعاف عشرات المرات مما قتل الصهاينة، ومع ذلك محمود عباس هذا الرجل اللي يعني أحيانا الإنسان مثلنا إذا كبر سنه لازم أحيانا يعني يرتاح. رغم ذلك استمعت إلى بعض الرؤساء يعني ذكروا 2-2-5-4، ذكروا أن هناك أزمة في سوريا التي قفز عليها بشار الأسد، آخرون ما ذكروا هذا، بعض الملوك والرؤساء ذكروا أن هناك أزمة في سوريا وأن هذا يجب أن يكون بداية لحل الأزمة وأن حل الأزمة يجب أن يعني هذا في شيء في السياسة يجري. نحن أصلا نقول حل الأزمة بسوريا بالعودة إلى الشعب السوري، الشعب السوري الدور الدولي بأن يضع الأمور في نصابها، يجتمع السوريون كما الأمم المتحدة، الحلول الأممية، مجلس الأمن على عواهنه مقرر 2-2-5-4. لا يمكن يأتي حاكم عربي أو مسؤول عربي أو قائد عربي بأي اسم يريد أن يقفز على الروس، موقعين على 2-2-5-4، الروس قبلانين فيه، الروس اللي استخدموا في سوريا أكثر من 17 فيتو قبلوا ب 2-2، لكن بشار الأسد مو قابل فيه، بشار الأسد له 12 سنة بيراوغ عنه، والآن القمة العربية تختم على هذه المراوغة، تريد أن تقفز على هذا. لذلك نحن عندما نشرح مواقف الآخرين لا يعني أننا نقبل بها. الأخلاقية في العملية السياسية مقدمة، ما فعله العرب خذلان شديد للشعب السوري، لمليون شهيد، حتى الآن أخي السمير اسمح لي، هذه نقطة مهمة جدا. يتحدثون عن عودة اللاجئين ولا يتحدثون عن إطلاق سراح المعتقلين. المعتقلون بسوريا بأرقام 100,000 و200,000، مغتصبات ومذوبون ومعلقون ومشجبون، وعند الأمم المتحدة وثائق القيصر معروفة، ورغم ذلك يجلس حاكم عربي ومثل ما قال الأخونا من قطر جزء أنه والله مرجعية إسلامية وناس بصلوا عندهم الكعبة ولا يذكر أن والله هؤلاء كان على الأقل يقولوا له لبشار الأسد قبل أن تدنس هذه البلاد الطاهرة أخرج من عندك في السجون، أخرج النساء أولا، توقف عن الاغتصاب أولا. كان ممكن أن يكون هذا شرط لحضوره إلى هذه البقعة الطاهرة، ولكن لا، واضح أنه بشار هو الذي اشترته في نهاية الأمر وليس. طيب من مكة المكرمة الأستاذ في جامعة أم القرى دكتور عبد الحفيظ محبوب معي عبر الهاتف، مرحبا بك دكتور محبوب، أشكرك على الالتحاق بنا. سؤال نتداوله ويتداوله الإعلام كله عن الغاية والمقصد والهدف من دعوة بشار الأسد للحضور واستئناف وجوده في الجامعة العربية، وكل ذلك بعمل واجتهاد وضغط سعودي، كان هناك محاولة السنة الماضية من الجزائر بإعادته ولكن رفضت السعودية من ضمن الدول الأخرى ذلك. اليوم نجد السعودية هي التي تسعى لعودته وتضغط من أجل عودته، وقد كان، ما غاية من ذلك؟ ما الهدف؟ لماذا يتصرف السعوديون أو القيادة السياسية السعودية بهذا التصرف؟ ما مبررات ذلك أستاذ دكتور محبوب؟ أولا أرحب بك أخي سمير وأرحب بضيوفك الكرام والمشاهدين. دعني أنطلق قليلا، يعني أولا الأمير محمد بن سعود سلمان، الأمير محمد بن سلمان يعني آل سعود في القمة قال عبارة مهمة جداً.
نؤكد للشرق والغرب أننا لن نسمح أن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات. هذه العبارة. النقطة الأخرى الحقيقة أنا أود يعني لا أكرر ما قاله الضيف. العالم الحقيقة يتجه يعني الآن الولايات المتحدة لم تعد القوة الوحادية أو الواحدة كما كانت، بل أصبحت الأولوية الاستراتيجية لها مواجهة الصين وترويض روسيا. العرب الآن الحقيقة هم يعني العالم يتشكل، عالم يتشكل غير معروف تشكله، ولذلك هم يودون أن تكون لديهم هناك زعامات عربية الحقيقة، منها على رأسهم المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان كقيادة شابة، يود أن يكون له مشاركة في هذا التشكل حتى لا يعني حتى لا المصالح العربية لا تضيع. أنا أعتقد أيضا أود أجيب على ضيفك الكريم، في 10 مارس في بكين المصالحة التي حدثت بين السعودية وإيران، طبعا هي بعد عامين من المفاوضات 5 جولات، ماذا اتخذت المملكة العربية السعودية أو الاتفاق؟ كان وفق خطوة خطوة، يعني حينما كان اليمن هو مجال الاختبار، إعادة تأهيل سوريا. الحقيقة الآن لا يمكن العالم الغربي يبد العرب والعالم الغربي العرب يرفضون طيب دكتور الصراعات أو دكتور محبوب طيب اسمح لي فقط هنا أود أن أسألك، لما قلت عبارة إعادة تأهيل النظام السوري ماذا تقصد بالضبط من هذه العبارة؟ إعادة كما أكدت لك أنا خطوة خطوة إعادة تأهيل النظام. طيب يعني هل هناك خطوة واحدة على الأقل أو تنازل واحد على الأقل قدمه نظام بشار حتى ينال جزاء طيب ذلك حضوره على سبيل طيب المثال؟ طيب أجاوبك أستاذ سمير، خليني تعرف الآن الولايات المتحدة تعيسة من وجود بشار الأسد في القمة، وترى أن هي كما ترى أن الوقت لم يحن لإعادة تأهيل نظام الأسد. المملكة العربية السعودية أنا في ظني إنه النظام بشار الأسد هو الآن تحت البصاية العربية واستجاب، لأنه هناك نقاط مهمة جدا، وحدة الأراضي السورية جانب مهم جدا، وهو تأمين عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية، السير نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو 2254، الحل السلمي، إخراج المساجين من السجون هذه التي كان يعلق عليها ضيفك. لا هذه يعني هو أعتقد ضيفك لا يعلم ماذا دار بين المملكة العربية السعودية ونظام بشار الأسد. نظام بشار الأسد وافق على كل هذه الشروط، وهو الآن أنا أعتقد هو تحت الوصاية العربية وليس السعودية. طيب دكتور، لما تقول تحت الوصاية العربية، ما هي الأوراق التي هي بيد العرب تقدر أن تضغط بها على بشار؟ ألن تكون على سبيل المثال إيران أحد أخطر يعني نقول الجهات التي تهدد العرب في وجودهم؟ لماذا لم يقع الحديث عنها أصلا الآن في هذه القمة ولا حتى في إعلان جدة؟ هل نظام بشار على سبيل المثال مستعد للتخلي عن تدخل الإيراني في شؤونه إرضاء للعرب واستجابة لمطالب العرب على سبيل المثال؟ طيب أنا أقول لك أستاذ سمير، رئيسي كلمة عبارة واحدة قال مواجهة المملكة العربية السعودية مكلف لإيران. الآن إيران يعني غيرت بوصلتها، ما دامت أنه مكلف الآن هي توقفت عن دعم حزب الله، عن دعم الميليشيات الموجودة في المنطقة، طبعا نحن لأنه وحولتها من دعم هذه الميليشيات إلى إقامة علاقات طبيعية. إبراهيم رئيسي زار سوريا وسيزور المملكة العربية السعودية،
وسيزور يعني تحولت العلاقة من التدخل في المنطقة العربية إلى الآن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال لن نقبل أي تدخل أجنبي، وهو لا يقصد فقط إيران، يقصد إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة، أي تدخل أجنبي. أنا أعتقد هناك كما ذكرت لك أستاذ سمير أن المملكة العربية السعودية تتبع خطوة خطوة، وهي يعني تحاول أن تحدث أو علاقات أو تقارب أو تفاعل مع دول ذات الاعتدال العربي في وضع حلول عاقلة، بوضع حلول عاقلة، لأنه لا توجد هناك مثاليات. أنا أود بس أذكر لك أستاذ سمير أن يعني هناك اتفاق الجمعة العظيمة، هذا اتفاق بالفاست الذي تم التوقيع عليه في 1998 بين بريطانيا جمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية، وكان اتفاق منقوص. شوف الاتفاق المنقوص هذا استمر حتى اليوم. صلح الحديبية كان أيضا صلح منقوص ليس في صالح المسلمين، استمر هذا الصلح وتحول إلى فوائد ومنافع للمسلمين. واضح دكتور، إذن سننتظر ونرى إن كان تعودت دكتور إذا كان عودة بشار يعني تساهم في تخفيف أو في حل حتى الأزمة، في عودة المهجرين، في إطلاق السجناء، في تخفيف التدخل ووطأة التدخل الإيراني، هذه كلها أمور للمستقبل على القادة العرب، قد يكونوا على صواب لأنهم لم يبوحوا بكل مدار في مثل هذه اللقاءات، قد يكون ذلك المستقبل كفيل بالرد على هذه الإجابة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحفيظ محبوب الأستاذ بجامعة أم القرى كنتمان مكة المكرمة. دكتور كعبار، يعني الغريب أنه دعنا نقول على الأقل ظاهريا هذا الموقف الغربي معارض لعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، ومعارضته مبنية على الأقل كما يعلن على مواقف أخلاقية بالأساس. فاينانشال تايمز لما تتحدث على أنه وجود نظام بشار في الجامعة هي رسالة تقشعر لها الأبدان، تقول كذلك أنه عندما يجلس بشار في مقعد سوريا فسيكون يوما حزينا للدبلوماسية العربية، هذه عباراتهم. وتقول رسالة بشار أو الرسالة التي تصل من خلال عودة بشار هي أنه يمكنه أن يستمر في فظائعه المرتكبة ضد شعبه، وأن يستمر كذلك في الإفلات من العقاب على حد تعبير فاينانشال تايمز. تقول كذلك أنه إعادة قبول سوريا في الجامعة العربية انتصار دبلوماسي غير ضروري وغير مبرر لما تسميه مجرم حرب ولشركائه في الجريمة إيران وسوريا وروسيا. هذا كلام تقوله الصحف الغربية هذه في بريطانيا ألمانيا وغيرها، يعني ألا يعكس حقيقة الواقع؟ ألا يجب أن يكون هذا هو الموقف العربي والشرط العربي قبل عودة بشار؟ ما الفائدة من عودته حقيقة؟ يعني هذا زمن يضع السم في العسل، اوكي، المجلات والمصادر الغربيه لان هي خسرانه، يعني هذه المجلات تتحدث عن لسان حكوماتها. احنا لما نتكلم على سوريا نتكلم على 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 روسيا تحديدا، لان روسيا هي من ثبتت هذا النظام، وروسيا هي التي حاميه وامنه لهذا النظام في 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 في, في المنطقه. وايران كذلك دكتور. نعم، ما خلينا بسترسل يعني، وإيران أيضا من الأدوات التي تثبت نظام السوري. طبعا عندنا احنا روسيا وإيران أعداء بشكل كبير أو في منافسات كبيرة مع أمريكا ومع المعسكر الغربي. فنتيجة هم خسرانين من هذه الصفقة، فهم يعني يحاولوا أن يوجهوا أنظارنا إحنا كمنطقة، شعوب المنطقة، إلى الجانب الأخلاقي اللي هو منعدم عندهم حقيقة. هم يوظفون في هذا الجانب متى تتوافق مع مصالحهم. يا أخي معلش، هو دكتور سمحني بس يعني أنا ما فهمتش ما عبارة أنهم خسرانين. خسرانين إيش يعني؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية الشرق السوري كل تحتها، يعني حيث الثروة البترول وغيره. إيران الدولة الروس الإيرانية
تديرها إيران عمليا كما يقول كثير من المراقبين. روسيا يعني الساحل السوري كله تحت إدارة روسية، يعني الكل قسم وأخذ ما ينفعه، والكل رابح حقيقة، ليس هناك من خاسر. لا أنا أتكلم على الأمور المحسوسة. أنا أتحدث على الجانب الأخلاقي أو الجانب السوفت باور، يعني الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي أنه أصبح في تمكين لروسيا، وأن الاستراتيجية الروسية هي التي انتصرت بعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية وإلى حضن المنطقة العربية بالكامل. أيضا عدو أمريكا الأخرى اللي هي إيران، أي أن الاستراتيجية الإيرانية في سوريا نجحت، وذلك بأن الدول العربية كلها تراجعت عن موقفها السابق واحتضنت سوريا مرة أخرى. أنا بس خلينا والله بس أنا في مثل هذه المواقف أتحدث من جانب علمي سياسي، وليس نعم. أتحدث من عاطفي أخلاقي، لأن الجانب العاطفي الأخلاقي هذا معروف. أنا رجل من ليبيا ومن رموز الثورة الليبية، ودفعنا ثمن كبير جدا ولازلنا في مواقفنا، ولكن أنا أتحدث على مصير منطقة بالكامل، منطقة الشرق الأوسط بالكامل وشمال أفريقيا طبعا من ضمن منطقة الشرق الأوسط. هذا المصير هل يقف على أمور أخلاقية فيما يتعلق بالملف الليبي مثلا أو الملف السوري؟ أن تدفع كل منطقة بالكامل وتبقى مفككة وتبقى مهددة أمنية نتيجة الانفلات الأمني الموجود في بعض الدول، والآن فتحوا علينا ملف في السودان وصراعات داخل السودان، وكل هذه الصراعات تتأثر بها دول المنطقة بالكامل. يجب على المنطقة لكي يكون لها شأن في نظام العالم القادم أن تتجاوز هذه المرحلة وأن تدوس على جراحاتها وأن تقترب من بعضها البعض. أنا أحيي وأثمن ما تحدث به ضيفك من السعودية. يا أخي ما يدور خلف الأبواب المغلقة أشياء إحنا لا نعرفها. الآن يعني بشار الأسد تحدث بشكل استعجالي، ولكن أنا متأكد أن خلف الأبواب المغلقة في الحديث به يختلف تماما. سوريا محتاجة إلى ضخ أموال عربية لإعادة البناء والاستثمار والاقتصاد، وهذه أداة ليست سهلة. تستطيع الدول العربية أن تعيد تهذيب النظام السوري من خلال هذه الأموال. وموضوع المصالحة ما بين إيران وبين السعودية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة هذا أمر مهم. الآن إيران لن تكون يعني أو إيران تحتاج أن تركز في مشاكلها الداخلية وفي موضوع تقليص العقوبات الأمريكية الغربية عليها. ويجب أن تعيد تشكيل استراتيجيتها في المنطقة. السعودية أيضا تسعى إلى تصفير مشاكل، لأن السعودية عندها رؤية 2030 وتسعى بقوة لتحقيق هذه الرؤية. لا يمكن أن تحقق مثل هذه الرؤية الكبيرة وأنت عندك مشاكل مع إيران ومع اليمن ومع سوريا، يعني كل هذه مهددات أمنية لك. إذن المصالحة الآن، التقارب الآن، عودة الهيكلية العربية الآن كلها ستعود بالمصلحة على المنطقة كل إن صدقت النوايا. طيب إن صدقت النوايا، لكن هذه الأنظمة العربية التي تبدو في الصورة الآن هي نفس الأنظمة التي قامت الشعوب بالثورة عليها وأسقطتها، وهي نفس الأنظمة التي لم تساهم خلال هذه المنظمة جامعة الدول العربية في وحدة العرب، والكل يعرف تاريخ هذه الأنظمة. تعليق سريع أستاذ حتى أذهب إلى باريس. نعم، أريد أن أقول جزا الله خير، يعني الأخ بس كإنسان جزء من ثورة الكلام، أنا لن أتخلى عن أخلاقيتي في أي لحظة من اللحظات. كان في منطق سائد عند أمتنا يقولوا 100 عام من حاكم ظالم ولا ساعد فتنة، أنا لا أسميها فتنة، هذه ثورة وقرن من الثورة المستمرة في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وستستمر. نعم، ولا ساعة من بشار الأسد ومن معمر القذافي ومن أمثال هؤلاء الذين هم الذين جنوا على هذه الأمة كل هذه المدة الطويلة. ساعة من بشار الأسد تعادل كل هذه الضحايا، ساعة واحدة من حكم. لو اطلع الأخ على الصور التي سربها قيصر بطريقة مهنية مؤكدة إلى العالم ليعرف ما معنى الكلام. والله هذا كلام، أنا يعني أعتذر للأخ لكن ما كنت أنتظره من إنسان ينتمي إلى ثورة. هذا وقولنا لا نعرف ماذا يدور وراء الأبواب الذي لا يعرف لا يتكلم.
الأحكام تبنى على الظاهر. أيوة نحن نتعامل مع الظاهر. أنا لا أريد أن أقول الناس، ولكن لا أريد أن أبني أيضا على أشياء وهمية. هذه التحليلات الرغبوية، والله نحن بنرغب بالأمن والسلام ونوقف إعادة المشهد الدولي، هذا كله خزعبلات أنا أسمعه منذ 50 سنة. جيد. طيب دكتور، تعليق على سريع دكتور أسامة. لا، كلام عاطفي ومردود عليه كلامه. أنت أبحث عن من هو الدكتور أسامة كعضاء. نحن دفعنا شهداء، أخي شهيد وأنا دفعت ثمن وكنا في المشهد طيلة هذه الفترة. لا تتحدث عن التضحيات وتتحدث عن هذه الأمور وراجع نفسك. أنا أكلمك كشخص سياسي واستراتيجي في السياسة. أنا أقول لك أن المنطقة يجب أن ترتفع على أزماتها لكي تكون موحدة. نحن أنا أتحدث على مصلحة المنطقة شاملة، ولا أتحدث عن مصلحة سوريا فقط. الملف السوري هو ملف واحد في منطقة فيها 22 دولة. إذا هل ترتهن هذه المنطقة ومصير هذه المنطقة لملف سوريا أو ملف ليبيا؟ هذا أمر لا يقول أخ شخص عاقل حقيقة. طيب دكتور، دكتور معاذ، تحفظ على بعض العبارات، لكن المسألة ليست شخص، أنا أكثر منها النقاش في الأفكار. السؤال الآن، هل تتوقع دكتور أسامة، دكتور أسامة، هل تتوقع أنت أن هذه الأنظمة الآن التي هي موجودة في الصورة والتي كلنا نعلم أن الشعوب ثارت عليها بحثا على انعتاق، هي نفس الأنظمة التي ستحقق الوحدة التي تتحدث أنت عنها الآن؟ هل هي قادرة على فعل ذلك برأيك؟ هل تمثل شعوبها؟ هل لديها شرعية وجود أصلا حتى تعبر عن آمال وأحلام شعوبها؟ أستاذ سمير، سؤال صغير أخي سمير، سؤال صغير، سؤال صغير، لماذا انسحب الأمير تميم من القمة؟ بس الدكتور تفضل. تفضل أستاذ سمير، ليس أمامنا كشعوب في المنطقة إلا أن نحسن الظن ماشي بهذه القيادات. نحن لم نستطع أن نغير هذه القيادات. وتخشى يا دكتور أنك تسير وراء وهم، يعني أنت تقول وهم، أنا أتفائل أن تكون هناك شيء إيجابي، أنا أتفائل، فأنا لا أريد أن أكون سوداوي حقيقة، يعني لأن ليس أمامنا غير أن نكون سوداويين. دعنا نسمع إذن رأي الأستاذ أحمد. نعم، دعنا نسمع رأي الأستاذ أحمد الشيخ. أستاذ أحمد، أليس إعادة النظام السوري بكل هذه الجرائم التي ارتكبها ولا يزال حتى يرتكبها الآن في شأن السوريين، ألا يعتبر ذلك كما قالت فاينانشال تايمز أنه افعل ما تشاء فإنك معفى من العقاب؟ أليست شكل من أشكال تشجيع هذه الأنظمة على أن تفعل في شعوبها ما تشاء، أن بمعنى أن تقضي على أي محاولة للانعتاق؟ أليست يعني إعادة بشار إلى جامعة الدول العربية هي شكل من أشكال معاقبة الشعب السوري على تلك الثورة التي قام بها؟ نعم أخي العزيز، هذا كلام حقيقي وكلام منصف وأنا أؤيده، وأشعر بقلق شديد من الطريقة التي عبر بها الأخ الليبي، ويعني ليس لأنه عاش الثورة ولديه التضحيات يحق له أن يقدم هذه الصورة تحت بند التفاؤل، يعني حتى لو كلمت سياسيا واستراتيجيا عندما يقول عن أولئك الذين في الغرب سواء في الإعلام أو في السياسات يتبنون السياسة الأخلاقية في هذه المسألة أن هذا الأمر سم في العسل، فأنا أعتقد أن هذا كلام غير سياسي على الإطلاق. كان من الأجدى أن يؤيد هذا ويستمر ويقول لأولئك اثبتوا على مواقفكم هذه، ترجموا هذه السياسة الأخلاقية إلى سياسة واقعية. أما ما يقول الأخ بهذه الطريقة، هذه ليست واقعية سياسية، هذه وقوعية سياسية. هذا أمر يبرر كل الجرائم التي تمت وتتم وستتم. وأعتقد أن العالم الذي سيتشكل أو يتشكل أو يتمنى البعض تشكله، على الأخ الليبي ألا ينسى أن الصدام أو الصراع في اللحظة القادمة هو بين هذه السياسة الوقوعية أو الواقعية التي تحسب المصالح والمنافع قبل المبادئ والأخلاق. هذه السياسة تواجه بسياسة أخلاقية، وعندما يحاول البعض
استغلال هذه السياسة الأخلاقية وتوظيفها لخدمة سياسة واقعية، فليس معنى هذا أن نكفر بهذه السياسة الأخلاقية. السياسة الأخلاقية هي مستقبل العالم، وهي التشكل الجديد في العالم، العالم ما بين نظام استبدادي شمولي مثل الأنظمة في روسيا، في الصين، في إيران، في البلاد العربية. هذه أنظمة ينبغي أن تزول من على خريطة العالم. من حق الشعوب أن تعيش بكرامة، أن تعيش في ظل سيادة قانون. طيب، لكن أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، قد يقول قائل حاولت هذه الشعوب بعد أكثر من 10 سنوات، على العكس لم يتغير شيء، بل ساء الواقع أكثر، فآن الأوان إلى أن نعود حيثما كنا. على الأقل لم تكن هناك دماء تسيل، وكان هناك نوع من الاستقرار في ظل هذه الأنظمة. لا 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 لا، اسمح لي أخي الكريم أستاذ سمير، هذا يعطي تبرير للأنظمة المجرمة، هي التي ارتكبت كل هذه المجازر، هي المسؤولة. عندما تخرج الشعوب وتطالب بحقوقها وتطالب بأنظمة تخضع للقانون، ثم تنقلب هذه الأنظمة وتذبح هذا الشعوب، نحمل الشعوب هذه المسؤولية، هذا شيء خارج العقل. هذه أنظمة مجرمة تتحمل المسؤولية أمس واليوم وغدا، ولا يمكن التصالح معها باسم الواقعية السياسية ولا باسم السياسة الأخلاقية. وأعتقد أن مثل هذا التصالح للذين يسعون إليه ينشئون أجيالا من الغضب والكراهية، لأن الناس ستدرك أن العالم لا يحكمه قانون، لا يوجد لا قانون دولي ولا قانون قومي ولا إقليمي. وبالتالي ماذا يبقى أمام الناس؟ سيبقى أمام الناس الانفجار. هل يريدون هذا الانفجار؟ هل يريدون بدل أن يكون لدينا داعش واحدة يكون لدينا عشرات الدواعش؟ لا، هذه سياسة تفرغ الغضب، لأن الناس قتلت وذبحت وعذبت، ثم يأتي من يحمل الناس المسؤولية، ثم لا يعاقب الجاني ويستقبل ويؤخذ بالأحضان. ما هذا؟ ليس هذا عالم بشر أخي العزيز. هذا عالم يحكمه الإجرام. يعني أعود إليك أستاذ أحمد، مر الأمر على ذلك سيتحول الناس من المطالبة بالديمقراطية وسيادة القانون إلى حمل السلاح، وهو ما لا يتمناه أحد. أستاذ زهير، فيما يتعلق بالرسائل التي قد تصل إلى الشعوب العربية من خلال إعادة نظام مثل نظام بشار، تاريخه يعني معلوم ومشاهد ومدون، وبناء على جزء يسير مما ارتكبه من جرائم عاقبته الولايات المتحدة فيما يعرف بقادم قيصر وما إلى ذلك، ما هي الرسالة التي تصل إلى الشعوب؟ يعني إذا أردت أن ألخصها مع الاعتذار لشخص الأخ الليبي، الأخ الدكتور أسامة، نعم الدكتور أسامة، يعني هو نفس الرسالة التي يرسلها الآن الأخ أسامة، نعم هذه الرسالة المغلوطة. أنا أحيي الأخ من باريس، الأخ أحمد، نعم أحمد، الله يجزيه الخير، يعني كفانا الكثير. لكن هذه كما سماها الوقوعية، الذي يعني هذه الرسالة، لأن أنا اليوم قرأت أحدهم يقول، ودعني يقول ثلاثة أعمال اليوم تم تأبين الربيع العربي بثلاثة: اعتقال مرسي الله يرحمه، اعتقال راشد الغنوشي قبل أن يأتي إيش اسمه قيس سعيد إلى هذا القمة، ثم استقبال بشار الأسد. يعني اعتقال غنوشي عنده علاقة بالقمة؟ اعتبروا جزء طبعا تونس كنت ظللنا نقول الربيع العربي نجح على نحو ما في تونس، ظللنا نقول هذا ونحتج به. فقيس سعيد ما جاء إلى السعودية إلا أخذ معه ورقة أنه خلاص ختموها على آخر، حتى هذا الشيخ الثمانيني الدبلوماسي الذي بعض الناس قالوا عنه رق حتى انخرق، أنا أقول هذا، ومع ذلك وضعه في السجن، ثم جاء يسعى إلى هذه القمة يقول للناس الربيع العربي انتهى، الشعوب العربية
العربية انتهت، كلها سيحصل ثمنا برأيك على هذا، أعيدت إلى القمقم، وهذا بشار الأسد أكبر مجرم على سطح هذه الأرض، قد أصبح سيدا في المنبر الجامعة العربية. فهذا هذه الرسالة الخطيرة التي كما قال الأخ، نحن الآن عانينا ونعاني، ولا سيما في سوريا وفي أكثر من قطر، من داعش واحدة أو من الآن ينفجر علينا المشهد، هذا اليأس، هذا القنوط من شيء نسمة عدل الناس الآن. يعني أنا فقط سأقول، ربنا فرض علينا الصلاة، فرض علينا قبل الصلاة وضوء، ونسميها في علم الفقه شروط، ويقولون الشرط قبل الفعل، قبل أن تدخل في الصلاة يجب أن تؤدي الشروط، طهارة الثوب والمكان والبدن طيب قبل ما تجيبوا لي أقدس مكان في الأرض، خلوه يتوضأ يطالع لكم 100 امرأة يا جماعة، 100 امرأة بس أمام الناس يكذب بها على الناس. أما جاء يعلمكم الأخلاقية، يقول لكم لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية، هذه حظيرتنا نفعل بها ما نشاء، وأنتم شاهدون مصغون سامعون. هذا ما هذا؟ طيب خلينا نمشي للدكتور أسامة وأسمع منه رد على هذا نفس السؤال، يعني ما هي الرسالة التي يجب أن تتلقاها أو قد تتلقاها الشعوب التي حاولت وربما قد تحاول مرة أخرى البحث عن الانعتاق من أنظمة أغلب الحاضرين اليوم دكتور أسامة، أغلب يعني ليس الكل لكن أغلبهم لا يمثلون شعوبهم، يفتقدون للشرعية وللمشروعية، ولكنهم في ذات الوقت يتحدثون باسم هذه الشعوب. ما الرسالة التي ستصل إلى شعوبنا بعودة مثل هذا الشخص وحضور شخصيات أخرى لها تاريخ ليس ناصعا في محاربة ما سمي بثورات الربيع العربي والانتقام ممن قام بها؟ أخي والله أستاذ سمير لو تسمح لي بس تعطيني يعني فرحة من الوقت. فضل. أنا إنسان واقعي في تعاملي مع مختلف القضايا. نعم. هذه الأنظمة العربية أنا أتفق معك، أنظمة تفتقد إلى غالبيتها تفتقد إلى المشروعية، هذا وهذا الأمر ليس اليوم ولا أمس، نحن نتحدث على كم من سنة 1952 مثلا بالثورة المصرية والأنظمة العربية اللي جت بعدها، يعني نتكلم على حقبة أكثر من 70 سنة، الأمر ليس جديد. الآن أمامنا واقع معين، يا إما المنطقة تبقى مفككة وتبقى في صراعات وتبقى في حروب، وليكن في علمك الشريحة الثائرة من الشعوب العربية راهي لا تتعدى 10%. لو تجي تسأل غالبية الشعوب العربية الثانية تقول لك أنا عاوز أعيش. أنا ما يهمنيش. وهذا التاريخ البشري يا دكتور، التاريخ البشري طيب. الثورة تصنعها القلة في نهاية الأمر يعني. ممتاز. إحنا متفقين إذن الآن تريد أن تبقى المنطقة بهذه الصراعات علشان 10%، وأنا من ضمن 10% لو كنت علمك. نعم. أنا من ضمن 10%، وأنا أتمنى أن تزول هذه الأنظمة القمعية الظالمة، وحاولنا وكنت مقاتل على الأرض وكنت مكلف، أنت عارف كلام هذا دكتور سمير. نعم. ولكن بعد 12 سنة الشعوب الثانية، الشريحة الثانية الكبيرة اللي دفعت الثمن وهي مش عارفة تدفع الثمن هذا. إذن يجب أن نكون منطقيين وعقلانيين. دفعنا ثمن، هنقعد أبكي على الأطلال يعني؟ أنا يعني عاوزين عزاء ونشبع في ضغطه وخلاص، ولا عاوزين ندفع الثمن؟ لكن دفع ثمن دكتور كما تقول، دفع ثمن دون أن تحصل شيء في نهاية الأمر، فلم يكن هناك مبرر أصلا لدفع هذا الثمن. الآن ماذا استطعنا أن نفعل للشهيد الدكتور مرسي؟ أهين وسجن ومات في السجن وإحنا كنا نتفرجه. ماذا هو صنع لنا، نحن لن نصنع له، هو صنع لنا. قال لكي يعلم الأجيال أن آباءهم كانوا رجالا. يا سيدي عرفنا يا أن سيدي في هذه الأمة سيدي. رجال مثل محمد مرسي. غير اسمعني. أنا مستعد أجي أجلس معاك على كفي ونقول نحكوا عن عواطف هذه إلى الصبح. هل قدمنا حل للمنطقة؟ يا أخي أنا أتحدث عن حلول، أنا أقول لك عن حلول. نفس السؤال، هل أنظمة لديها بيدها حل المنطقة دكتور أسامة؟ ليس أمامنا إلا أن نثق فيهم، ليس أمامنا. ما جربناهم التجريب المجرب، من جرب المجرب من تعرف البقية يعني. هؤلاء مجربون.
يا سيدي هل نقدر نغيروهم؟ ما نقدرش نغيروهم، حاولنا وما قدرناش. باش الحل؟ الآن اجتمعوا، الآن هناك بوادر لإرادة جديدة. الآن في سمو الأمير محمد بن سلمان يتكلم بصفة الحزم، وهو كان very assertive في الخطابة في الكلمة الأخيرة، قال إن لم يكن هناك أي اعتراض فأنا أعتمد هذه المخرجات، وما أعطاش حتى نصف دقيقة. حتى نصف دقيقة ما أعطاش. نعم صحيح، وقال أنا أعتمدها. نعم. صح ولا لا؟ صحيح نعم بالضبط. أنا أحكي لك على واقع يا سيد الفاضل، أحكي لك على واقع. خليك من كلمة بشار الأسد، هذا كلام الاستهلاك الإعلامي، إنسان مجروح، إنسان مذلول، إنسان تحكم إيران وتحكم روسيا وجاي بيعمل نفسه قدام الناس. إحنا عارفين كل شيء، عارفين التفاصيل. لا ربما يستطيع الملك محمد الأمير محمد بن سلمان وبعض القادة الثانيين أن يجبروه على التغيير داخل سوريا. إحنا ننتظر الجانب العملي، خلينا من الكلمات حصلت. طيب. اليوم نعم ننتظر ونرى. طيب من 4-5 شهور من الآن. طيب دكتور، عشان تكون نتائج، لو ما فيش نتائج أقول قاعد الأمور على نفس. طيب دكتور ابقى معي، دعني أذهب إلى الرباط، تأخر طبعا قليلا وصول ومشاركة الدكتور محمد الشنطاوي وصل العلاقات الدولية. دكتور مرحبا بك وأشكرك على التحاق بنا. بداية الدكتور، ما الذي تقرأه في عودة رأس النظام إلى جميع الدول العربية، وأي يعني رسالة تصل إلى النخبة العربية، إلى الشعوب العربية التواقة إلى الحرية، الباحثة عن الحرية التي حاولت الوصول إليها في السنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. فقط لقد أخطأتم في الاسم، وهو الدكتور محمد نشطاوي من مراكش. بالفعل، فعندما نتحدث عن كل هذا الضجيج لعودة الرئيس السوري والكلمة التي حاول فيها تلقين القادة العرب مفهوم القومية ومفهوم العروبة وعباراته التي تكلم عن منع التدخل الأجنبي، في حين أنه هو الذي كان سببا في تموقع القوات الروسية لأول مرة في العالم العربي وكذلك القوات الإيرانية. ما عدا ذلك فالقمة لم تخلو من خطابات رنانة، أهمها الدفاع عن القضية الفلسطينية وأنها قطب الرحى بالنسبة للأمة العربية، وأن لابد من حل الدولتين، وأنهم مع الحلول فيما يتعلق بحل الأزمة في السودان والأزمة السورية، الأزمة الليبية والأزمة اليمنية، لكن خارج نطاق هذه الكلمات الفضفاضة والرنانة فلم يكن هناك أي برنامج عمل بالنسبة لحل هذه الأزمات. البعض قد يرى بأنه تمت دعوة الرئيس السوري كما تم الترويج عليه، لأن احتضان أو إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية هو الذي سيمكن من حل كل الأزمات الأخرى، في حين أنها هي أزمات متعددة ومركبة، وكل أزمة هي حسب لها خصوصيتها. فالأزمة اليمنية ليست هي الأزمة السودانية، ليست هي الأزمة الليبية، وبالتالي فلا أعتقد بأن خارج نطاق هذه البهرجة وخارج نطاق أنه سيتم اعتبار المملكة العربية السعودية بأنها هي الحضن الذي حاول التقريب بين البلدان العربية، فالأسباب التي أدت إلى طرد الرئيس بشار الأسد ومعه سوريا من جامعة الدول العربية لا تزال قائمة، بل أكثر من ذلك تعددت أوجهات الأزمات. فبدل أزمة داخلية بين النظام ومعارضيه، نحن الآن نتكلم عن أزمة مركبة فيها أطراف أخرى إقليمية وهي إيران، فيها أطراف أخرى دولية وهي روسيا وقوات فاغنر، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا. لا أعتقد بأن حل هذه الأزمة أصبح بيد السوريين أو حتى بيد البلدان العربية. ما عدا ذلك فخارج نطاق الأحضان والترحيب، لا أظن بأن العوامل هي مهيئة لعودة النظام السوري، ما دام أنه ليست هناك خارج
الطريق بين النظام السوري والمعارضة السورية واللاجئين. هناك أزيد من 10 ملايين لاجئ في مختلف الدول. هناك تحولات لهذه الأزمة، بدل أزمة أمنية وسياسية أصبحنا نتحدث عن أزمة أخرى تعاني منها أردن فيما يتعلق بتصنيع المهلوسات. أصبحنا نتحدث عن تمركز لإيران في المنطقة وكذلك روسيا وقوات فاغنر. أصبحنا نتكلم كذلك عن تمظهرات أخرى لهذه الأزمة في بعدها الإنساني والمعاناة. أزيد من 300,000 قاتل وأزيد من 10 ملايين من المهجرين والمشردين. إذن لا أظن بأن حتى الصيغة والبيان الختامي الذي جاء فضفاضا في عبر هذه القمة لم يحمل أي خارطة طريق أو أي خطة عمل من أجل العمل على إنهاء مختلف هذه الصراعات التي طيب دكتور نشطاوي، ما هي قراءتك أنت للدوافع المملكة السعودية تحديدا يعني وبعد ذلك من يعني سندها في إعادة نظام بشار إلى الجامعة؟ أولاً المملكة العربية السعودية هي التي كانت وراء سحب عدد من السفراء العرب من سوريا عقب الحرب بين النظام والمعارضة. حالياً بعد التقارب الإيراني السعودي بقيادة وبوساطة صينية أصبحنا نتحدث عن نوع من التقارب بين النظام السوري. أصبحنا الدوافع الحقيقية لم يتم الإعلان عنها، وإنما هناك دوافع كامنة في هذا القرار. أولها وهو أننا بدأنا نرى نوعا من سحب الشعارات والأعلام الإيرانية وأعلام حزب الله من سوريا. أصبحنا نتكلم عن نوع من التقارب فيما يتعلق بإيجاد أرضية للتفاهمات بين النظام السوري والمعارضة. لكن ما يحز في النفس هو ذلك الخطاب بتلك العنهجية التي قام بها الرئيس السوري عندما تحدث عن الإمبراطورية العثمانية، وعندما تحدث كذلك عن دروس في القومية وفي عدم التدخل وفي إصلاح جامعة الدول العربية. كل هذا يبين بالفعل بأن القمة تمت صياغتها وتمت هندستها حتى تكون ممرا شرفيا لعودة النظام السوري عقب تفاهمات سعودية إيرانية، لكن الدافع الأساس لا يظهر، خصوصا وأن تلك التفاهمات بقيت دفينة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران من جهة والمملكة العربية السعودية وسوريا من جهة أخرى. دكتور نشطاوي، البعض يقول أن رؤية الأسد جالس في مقعد سوريا هو إذان بهزيمة هكذا سميت الربيع العربي، ما رأيك؟ لا أظن بأنها هزيمة، وإنما أظن بأنها نوعا من طعنة غدر بالنسبة للشعوب التي كانت تواقة للديمقراطية وكانت تواقة للقطع مع مثل هذه الأنظمة. صحيح أن آخر قمة جلس فيها الرئيس السوري ممثلا للوفد السوري كانت قمة سيرت في ليبيا سنة 2010. ما بعد هذه القمة هناك عدد من القادة الذين إما قتلوا وإما توفوا وإما كان انقلاب عليهم وإما سجنوا، لكن بقي هذا النظام. بقي هذا النظام ليس لأن الشعب السوري يحبه، وإنما بقي هذا النظام لأنه التمس المعونة من أطراف خارجية، وهو الذي ينادي اليوم بأنه مع القطع مع التدخلات الخارجية وبأن الأنظمة الداخلية يمكنها أن تجد حلا لمشاكلها الداخلية على مستوى بلدانها. لكن نحن نعلم بأن الشعوب العربية هي شعوب مغيبة، مصيرها ليس بأيديها، قبلت واطمأنت لمثل هذه الأنظمة، وبالتالي فكما لو أنه هناك بساط أحمر تم به استقبال الرئيس السوري تمجيدا لما قام به ضد الشعب السوري. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معي من الرباط. أستاذ أحمد الشيخ، أختم معك كذلك بسؤال عن مصير الثورات العربية. هل يمكن القول أن الثورات المضادة هكذا اصطلح على تسميتها انتصرت ولو مبدئيا؟
شوف، دعني أولا أحيي دكتور نشطاوي من المغرب وأؤيد وأتبنى كل ما قالوا يعني. ثانيا الثورات العربية لم تهزم أخي العزيز. إذا قرأنا الواقع جيدا، الذي هزم أنظمة الحكم العربية التي يعني تلتف حول بعضها الآن، متداعية تسند بعضها البعض الآخر، وآخر حلقة وجولة في تآمرها على الشعوب هي دعوتها للرئيس السوري الذي تاريخه حافل بالعداء للشعب السوري يعني. فليس لأن اللحظة الراهنة الشعوب لا تملك مصادر القوة كاملة معنى ذلك أن ترفع يديها وتسلم وتقول ليس أمامي حل فعلي أن أقبل هؤلاء القتلة والسفاحين. هذا كلام خارج منطق العقل، خارج منطق الأخلاق، خارج منطق السياسة الواقعية أيضا. الزميل بدل ما أن يقول ذلك عليه أن يوضح الصورة للناس، أن يفتح الطريق أمام الناس. إذا لم يستطع هو التغيير سيأتي من يقوم بالتغيير، لكن إظلام الصورة بهذا الشكل وقبول الواقع على هذا النحو الذي حدث وأن نقول ليس أمامنا ماذا نفعل، هل هناك حل آخر؟ نعم هناك حل وحلول والمستقبل سيثبت ذلك، لكن لا تظلموا الصورة أمام الناس، لا تيأسوا الناس بهذه الطريقة في الحديث. طيب. وسنرى قريبا الذين كانوا يشككون في ثورات الشعوب ماذا يقولون عندما تخرج مرة ثانية، لأن حركة الشعوب تسير مع حركة التاريخ، وحركة التاريخ تقول أنه آن الأوان لرحيل أنظمة حكم عسكرية مخابراتية تقمع شعوبها ولا شرعية لها. نعم. ولا يمكن أن يقبل أحد حديثها عن رفض التدخل الأجنبي والخارجي، وهي الغريبة، هي التي يمكن أن نصفها بأنها غريبة عن الشعوب العربية. من يقتل شعبه ليس من هذا الشعب، هو غريب عن هذا الشعب ومعادي لهذا الشعب، وعليه أن يرحل، وسيرحلون الواحد وراء الآخر. واضح لأن أستاذ هذا واضح أستاذ أحمد. نعم. دكتور أسامة تفضل. طيب يعني أنا أتمنى أن كلامي لم يفهم أن هي محاولة شرعنة الأنظمة القائمة. أنا قلت الأنظمة الموجودة حاليا هي جاثمة على شعوب المنطقة منذ أكثر من 70 سنة، وهي أنظمة غير شرعية أخذت الحكم بالسيف أو بقوة السلاح والانقلابات العسكرية، وهذا كلام مشتهي نتحدث فيه. فيما يخص الثورات، وأنا جزء من هذه الثورات، الثورات العربية نجحت في خلق فكر جديد. هناك شريحة خرجت ترفض الاستبداد وترفض الظلم، ولهذا السبب مثلا الثورة الليبية عندما يعني كان اجتمع كل المفكرين ويقول لك ان هي اصبح هناك حرب داخلية في ليبيا ومش عارف ايش، وان ثورة اليسارين هي الثورة الوحيدة التي شفنا الان ثورة اليسارين ايش حصل فيها، وشفنا ان الثورة الليبية لا زالت قائمة الى يومنا هذا. اذا الثورات العربية في انتصارات كثيرة تم تحقيقها، مش لازم انت من المرحلة الاولى ان تحقق كل المطالب. هذا امر اقتنعنا به بعد مراحل، يعني انا في البدايات في 2011 و12 و13 كنا نزهو ونفتخر بالانجازات، واحنا شلنا نظام القذافي وشلنا، ولكن بعدين اصطدمنا بامر واقع ان هناك ثوره مضاده مدعومه بقوه من الخارج، الخارج لم يسمح لك بان تحقق مطالبك زي ما انت تحب. انا قيلت لي بشكل مباشر، ان ستبقوا في عمليه استنزاف داخلي ان لم تاتوا الى الحظيره بشكل مباشر وبقوه دوليه. اذا الان هل أنا أبقى على أن ليبيا تبقى تحت الحرب الداخلية والاقتتال الداخلي والاحتراب الداخلي؟ واضح. ماشي، في سبيل أن أحقق أنا مطالبي أو طموحاتي الكبيرة اللي ممكن تتحقق بعد 40 سنة. واضح. الثورات دكتور. العربية نجحت، وهناك جيل خرج، جيل ثائر. نعم. يؤمن بقضية التحرير. الآن الأنظمة القائمة الموجودة، القمة اليوم ليست على عودة السوريين فقط أو بشار أسد للجامعة العربية، قمة اليوم هي للم الشمل، المصالحة ما بين السعودية والإيران ستعود على المنطقة بالإيجابية. إذا طيب. ليش احنا واضح دكتور، حتى لا نعود من جديد الحوار لأنه انتهى الوقت. أريد أن أختم على الأستاذ زهير سالم. تفضل أستاذ.
أولا كلمة واحدة في على الهامش. نعم. هي أن إيران، مشروع الإيراني، المشروع الصفوي ببعده الطائفي والسياسي، صنو المشروع الصهيوني مشمول بالرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كلام مستعدين نتكلم فيه 3 أشهر ولا ينتهي، وهي حقيقة. الذي لا يفهمها من أهل هذه المنطقة، حاكما كان أو محكوما، عليه أن يعيد النظر في البدهيات الأولية. أنا سأعود الآن أتوجه إلى الشعب السوري الجريح، إلى كل شعوب الأمة، شعوب الربيع العربي بشكل خاص، المطعونة المخذولة، أن يستعيدوا المبادرة وأن يثقوا بالله أولا، وأن يتوكلوا عليه، وأن ينظروا إلى المستقبل، وأن التضحيات التي قدمناها لن تذهب هدرا، وأن هذه الشعوب تستحق أن تعيش كما كل شعوب الأرض. الطريق وإن طال لا بد أن يكون وراء هذا الليل صبح ينجلي إن شاء الله. الشعب السوري مطالب اليوم بمبادرات حقيقية لا تعتمد على مانحين ولا على داعمين ولا، وإنما تعتمد على الإرادة الذاتية، على قوة الساعد. السوريون جديرون بأن يطيحوا ببشار الأسد وبمن يريد أن يقف وراء بشار الأسد. شكرا جزيلا أستاذ زهير سالم، مدير المركز الشرق العربي للدراسات، دكتور أسامة كعبار الأستاذ الجامعي، والأستاذ أحمد الشيخ الكاتب الصحفي. شكرا لكم جميعا ضيوف الكرام، والشكر لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد بحول الله الأسبوع المقبل. السلام عليكم.